ستراب لايت القديم اللي هو بيجي على شرايح، بيجي بالطريقة هي. في تقنية جديدة اجت، عدد النقاط اكتر بكتير اكتر، وبتيجي عبارة عن انصاف كرات. شوف انصاف الكرات، الضوء بيطلع بكل الاتجاهات، بدل ما يكون بس الى الاعلى بزاوية 120 بيكون بزوايا كاملة بزاوية 180 درجة، فبيجي الضوء ناعم كتير، حتى لو حطيناه بفراغات صغيرة بيكون ناعم كتير. طبعا في تقنية أغلى شوي، يعني هدول هاي التقنية جيدة، في تقنية أغلى بتيجي متصلة كاملة ما في أي تقطع، هي اسمها COB. فكل الخيارات هدول نحن بأكيوما بنحاول نوفر التقنيات الحديثة حتى تلائم كل الفراغات. يعني لو أنا لو بدي حط إنارة خلف المراية هذا أفضل من هاد، أو بفراغات صغيرة قد نضطر للمتصل. طبعا هذا لونه 3000، هذا 2700. الشريط الإضاءة فينا نقصه عند كل نقطة نحاسية، مثل ما قلت إنه العدد الأكثر أفضل، الأنصاف الكرات بيعطيني توزيع للضوء بشكل مستمر أكثر من لما تكون عبارة عن مربعات بس القسم العلوي بينور فيها. بعض التطبيقات، هذا أغلى طبعا كتكلفة، بس بعض التطبيقات لما يكون أنا عندي مباشرة فراغ صغير، بدل ما وعندي فراغ كتير صغير مثل تحت الدرج، مثل خلف المرايا، بالأماكن اللي فيها لمعان وأشياء، فتطبيق COB بيكون خيار أفضل، لأنه ما عندي أنا ناشر، ما عندي أماكن حط فيها، فممكن حط هذا اللي بيجي باستقامة مستمرة. طبعا قد يجي هو بغلاف، بدون غلاف، أو قد يجي بغلاف، هذا بغلاف طبعا، هذا بغلاف، الغلاف بيحميه من الماء والرطوبة، فهذا لو بدي حطه بالحمامات أو الأماكن اللي بتجيها مطر ورطوبة هذا محمي. طبعا نحن دائما بنقول بنفضل، دائما بنصح إنه يركب مع درايفر. ليش درايفر؟ لأنه بيخلي المكان هذا بإذن 400، أول شيء بيطول من عمر الشريط الإضاءة لأنه ما بيجي عليه حرارة، ثاني شيء بعد الحماية من رب العالمين هذا آمن، ما في كهرباء عالية، أنا فيني ألمسه بيدي لأنه الفولت تبعه 24 فولت. خفض لي الكهرباء، هذه إذا لمستها بتكهرب، بس هي الجهة ما بتكهرب، فلما أحطه تحت الدرج بالحمامات بالأماكن اللي بيوصل إلها أولاد، اللي درايفر ضروري جدا. بشكل عام درايفر أفضل دائما، لأنه عمر الشريط الإضاءة بيكون أعلى. إذن نظرة سريعة، مثل ما قلنا الشريط الإضاءة العالية، طبعا هذا تونة بالوات اللي بيغير اللون، يعني أنا فيني خلي حتى التقنية الجديدة فيها بتغيير اللون، فبيجي الشريط الإضاءة بلونين. في حلقة سابقة ذكرت أنه اللي بيغير اللون شو فائدته، اللي حابب يحصل على لون ضوء أبيض متغير، هذا أن أنصاف الكرات بيوزع إضاءة بطريقة أنعم، وبالتالي ما بترك لي يعني ظلال، لأنه التوزيع أفضل حتى أقرب. وبعدين بيجي عندي الخيار الآخر اللي هو COB، اللي بيجي خط متصل، قلنا بكل الأنواع هي مفضل دائما بننصح أن يكون في درايفر. نحن بأكيومن عنا يعني هذا الخيارات الجيدة، اللي بنحاول دائما يعني ندور على التكنولوجيا الجيدة أنه تكون متوفرة عنا، حتى لو سعرها عالي، لأنه في ناس بتدور على الجودة بصراحة، فنحن بيهمنا المواصفات العالية، مثل ما قلنا انه نحن مندور على التكنولوجيا الافضل، المواصفات العالية، سواء كان تونة بالوايت اللي بيغير اللون من 2700 ل 6000، سواء التقنيات الحديثة اللي قلنا انه بتجي، سواء طبعا اللي حابب تكون IP مغلفة وتكون التقنية الحديثة. اللي حابب يتواصل مع أكيومن، هي الارقام التواصل، هذا رقم الواتساب، الموبايل والإيميل، يلي حابب يعني حابب يعرف أسعار المنتجات ويتواصل معهم. طبعا مثل ما قلت أسعارنا مرخيصة لأنه مواصفات عالية، فاللي عم بدور على رخيص ما رح يعني يحصل على منتجات رخيصة، بس اللي بدور على منتجات جيدة إن شاء الله بيحصلها عنا. هاي الرقم، ومثل ما قلنا واتساب إن شاء الله يعني بيكون كافي، اللي بيحب أشياء تواصل تاني، أرقام تواصل تاني موجودة. الأول جنريشن طلع هو اسمه DIB LED strip، اللي هو كان له عبارة عن نقاط ظاهرة من فوق مثل هي الطريقة.
بعدين طلع الجنريشن الثاني اللي اسمه SMD LED strap، هذا الجنريشن الثاني اللي هو surface mounted device LED strap، يعني هي راكبة surface mounted. بعدين الجنريشن الثالث اسمه شيب strap، هذا الفرق بين الأنواع الثلاثة. طبعا اللي أنا تكلمت عليه الكرات هذا، اللي قلت عليه الكرات هذا، هذا الشيب strap. أما الـ SMD device هي بتجي surface mounted وإلها الحام، فهي بتجي بطريقة يعني خلينا نقول integrated أكتر من الطريقة هي، ومثل ما قلنا بيجي العدد أكتر وبتجي على أنصاف كرات، فالتوزيع تبعها يعتبر أفضل من الـ second generation. مشان هيك نحنا بأكيومن بنحاول كتير نلحق التكنولوجيا الأحدث بحيث أنه تعطينا المواصفات الأفضل بشكل عام.